عيون جل مغمراتي يا حي مركب الذلايل. وتهانينا العبيد بن شينان المري في هذه الانطلاقات، بينما المركز الثاني 13 دقيقة 18 ثانية، أربع أجزاء من الثانية هجن العاصفة شاهين. تهانينا تهانينا لغياث الهلالي. المركز الثالث بنشوف توقيت الثالث 13 دقيقة 18 ثانية أو 13 دقيقة نعم و20 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة هنا لشوطنا الثالث عشر في مجموع الأشواط وشوطنا الثالث عشر هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية التي نتابعها من 8 كيلومترات. نتابع معكم مجريات هذه الأمور، نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والمنطلقة على صدارة هذا الشوط. هنا حذاري المنطلقة من هجن سيح السلم بمتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني والمتسللة في هذه اللحظات هنا تأتينا ثقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابعها سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الثالث في لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأميني، وعلى المركز الرابع والمنطلقة هنا بشاير لهجن سيح السلام بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي، وعلى المركز الخامس المركز الخامس تاتي زعفرانة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان بقيادة عيسى بن سعيد الخيلي، المنطلقة هنا على المركز الخامس بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا من تأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز، المركز السادس الشاهينية، في المركز السادس بانطلاقة هجن سيح السلام أو هجن ند الشبه هنا عفوا المنطلقة. هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة على سادس المراكز مع سالم بن سعيد في التضمير، المركز السابع الشاهينية، المركز الثامن الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز التاسع تاتي الشاهينية من هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد في التضمير، ومذيار على المركز العاشر من هجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. من تأتينا على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في أول نداء للمراكز العشرة الأولى خلال مسيرة هذا الشوط، شوط ما قبل الختام، شوط ما قبل الختام الذي نتابع منه هذه التحديات وهذه الانطلاقات الصباحية. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى ثقة، إلى ثقة على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، تسيطر على زمام الأمور ثقة هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. من يتابع ثقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني بشاير تأتينا على المركز الثاني لهجن سيح السلام بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي. من يتابعها على المركز الثاني وثالث المراكز الشاهينية بالمركز الثالث من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الرابع مذيار من هجن الرئاسة بقيادة السهيل بن حمد بن دري الفلاحي. من يتابعها هنا بهذه الانطلاقة وعلى المركز الخامس، المركز الخامس حذاري على المركز الخامس هنا بانطلاقة هجن سيح السلام ومتابعة المضمر هنا أيضا في التضمير والتدريب أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز السادس الشاهينية، سابعا كذلك الشاهينية من هجن ند الشباب ومتابعة سالم بن سعيد في التضمير
تضمير وزعفرانة تاتينا على المركز الثامن لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان وعيسى بن سعيد دخيلي في تضمير زعفرانة المنطلقة هنا على ثامن المراكز. المركز التاسع وصلت الجازي بأول نداء، الجازي هنا لهجنسي على السلام بقيادة هنا عبيد بن حمد بن شنان المري على تاسع المراكز. والمركز العاشر، المركز العاشر هنا في على المركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان ومتابعة الصادق فضل الأمين على عاشر مراكزنا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. ثاني نداء للمراكز العشرة الأولى خلال مسيرة هذا الشوط. هنا شوطنا الثالث عشر، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى ثقة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى رأس حربة هذا الشوط. ونحن نقترب من منتصف المسافة ومن لوحة الأربعة كيلومترات في قال سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومتابعة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، بينما مذيار من تأتينا على المركز الثاني من هجن الرئاسة ومتابعة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي من يتابعها على المركز الثاني. والمركز الثالث حذاري تأتينا على المركز الثالث، حذاري هنا منطلقة على ثالث المراكز من هجن سيح السلام بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، تأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع الشاهينية على المركز الرابع هنا من هجن نجد الشبا مع سالم بن سعيد في الانطلاق والتحدي الجميل، بينما من الجانب الآخر ولكن الشاهينية تسللت من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز. الجازي في المركز السادس لهجن سيح السلام بقيادة عبيد بن شيلان المري، وبشاير في المركز السابع، بشاير على المركز السابع من هجن سيح السلام بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي من تأتينا على سابع المراكز. والمركز الثامن المتسللة زعفرانة من الجانب الآخر، ولكن في تدخلت بهذه الانطلاقة، في ما شاء الله صحراء واسعة بأكملها، تأتينا هنا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وبمتابعة هنا أيضا الصادق بن فضل الأمين وزعفران لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ومتابعة عيسى بن سعيد لخيلي. تتدخل بهذه الانطلاقة، تتدخل بهذا الأداء عاشر مراكزنا الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تأتي على المركز العاشر حزام الغابات والثلاثة كيلومترات ما تبقى. يا مضمرين ويا متابعين، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. ولا زال الثقة، لا زال الثقة وثقة الحميري بثقة، ثقة تامة هنا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو أحد شبابنا المضمرين هنا في المتابعة. من يأتينا أبو مطر هذه الانطلاقة سعيد بن عبيد الحميري هنا يتابعها على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مذيار تأتي في المركز الثاني، هجن الرئاسة السهيل بن حمد بن دري الفلاحي، ومن الجانب الآخر وصلت الشاهينية المتسللة هنا بكل قوة. هذه لحظات مع المنعطف الأخير وزاوية الالتفاف الأخير الشاهينية هجن ند الشباب بمتابعة سالم بن سعيد على المركز الثالث. المركز الرابع زعفرانة، زعفرانة تأتينا على المركز الرابع لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان بمتابعة عيسى بن سعيد لخيلي، وعلى المركز الخامس حذاري، حذاري على المركز الخامس من هجن سيح السلام هو هنا أحمد بن سلطان بن رشيد في المتابعة، وسيف من يتابعها على المركز الخامس وسادس المراكز. الجازي، الجازي من هجن سيح السلام مع عبيد بن حمد بن شنان المري في التضمير من تنطلق بهذه اللحظات سادسا. المركز السابع الشاهينية، المركز الثامن الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال الشاهينية هجن ند الشباب القادمة بمتابعة هنا سالم بن سعيد، سالم بن سعيد
القادمة بهذه الانطلاقة وهذا الأداء. الله الله، بدأت التحديات وبشاير عاشرا، بشاير عاشرا هنا الهجنسي على السلامة مع سيف بن عتيق بن عمير العميمي، يعود إلى صدارة، أعود إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هجنسي السلام، هجن ند الشبع عفوا من غيرت، هجن ند الشبع والشاهينية من غيرت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا انطلقت مع سالم بن سعيد على الصدارة وعلى المقدمة، مذيار في المركز الثاني، هجن الرئاسة والسيل بن حمد بن دري الفلاحي في التغمير، وزعفران المتسللة من الجانب الآخر، زعفران سمو شق طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيري في المتابعة. نتابع هنا القدوم من قبل الجازي، اليازي على المركز الرابع، اليازي على المركز الرابع هنا ايضا من هجنسي السلام، ومتابعة عبيد بن حمد بن شيدان المري والشاهينية، الشاهينية المتسللة هنا، هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد القادمة على المركز الثالث، تتسلل الى المركز الخامس الى المركز الرابع في هذه اللحظات. وهنا بشاير، بشاير بشاير هجنسي السلام بقيادة ابن عتيق بن عمير العميمي من تاتي على المركز هنا السادس، سداسية 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 بعد الكيلومتر الأخير، هنا الثمانمائة متر الأخيرة ما تبقى، والصدارة الصدارة الصدارة والمقدمة والمركز الأول هو الشاهينية المنطلقة بصدارة هذا الشوط. هنا من هجني ند الشبا مع سالم بن سعيد على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة، بينما من الجانب الآخر أرى الشاهينية كذلك، ومذيار عادت هنا المنافسة بهذه اللحظات، هجن الرئاسة هو من الجانب الآخر، زعفران 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 هناك المنطلقة، وعادت الشاهينية. الله الله، التحديات الأخيرة، ولكن الشاهينية المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، الشاهينية من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد على المركزين الأول والثاني، المركزين الأول والثاني هنا بهذه السيطرة، هجن ند الشبا وقيادة سالم بن سعيد على المركزين الأول والثاني. تهانينا تهانينا لهجن ند الشبا على فوز الشاهينية بالمركز الأول والشاهينية بالمركز الثاني، تهانينا لسالم بن سعيد على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصل الزعفرانة ومشق طحنون بن محمد بن خليفة هيا، المركز الرابع اليازي لهجن صيح السلام، المركز الخامس تأتي مذيار من هجن الرئاسة. وإلى التوقيت الزمني هنا مع مخرجنا المتابع هذا النقل، تابع هنا ولحظة وصول الشاهينية إلى خط نهاية معلنها الفوز ومعلنها الناموس، قاطعة المسافة بفترة زمنية مقدارها هنا ولحظة الوصول 12 دقيقة 56 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا وناموس على هذا الفوز هنا لهجني هنا ند الشباع على هذا الأداء المميز، بينما المركز الثاني كذلك الشاهينية هجن ند الشبا 12 دقيقة 56 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا لسالم بن سعيد، المركز الثالث وصل الزعفرانة على المركز الثالث لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، ومتابعة عيسى بن سعيد دخيلي حلت على المركز الثالث، قاطعة المسافة فترة زمنية مقدارها هنا 12 دقيقة الثانية 1.5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.